ندير فيديو باش نفهم اليوم دابيا هما يفهموني هذا الفيديو اللي غادي نوريها لكم دروك باسكو ما عندهاش فهمه اخرى اخوتي. تبعوني مليح واش دقيقه نطلع ريزداج السنو غالز ما كانش حاجه واعره على الحيوان من يكون بليسي. يقدر يكون حيوان اليف بصح كي تبليسه يولي دونجر يولي اغريسيف. تبعوا مليح خاوتي الشيء اللي كنت نقول نحذركم منه هادي شحال من شهر باش نكونوا نيشان فوالا. تبع مليح واش غادي يقولوا. نداء للشعب الجزائري، نداءنا من مجموعه من الشباب في فتح الحوار بخروج من الانتزاع. السينيال خاوتي السينيال بون خليكم لا فيديو اون بروميير فوا تفرجوها نعاونوا له موراها نعاونوا الشعب السياسي السائد. ندعو كافه فئات الشعب الجزائري للخروج جماعيا وبكثره وبقوه يوم عيد الاستقلال المصادف للجمعه 20 للحراك بمجعل من 5 جويلية 2019 تجسيدا لتحرير الانسان بعد تحرير الارض المجد والخلود لشهدائنا الابرار. هاد لا فيديو خاوتي كما راكم تشوفوا الزواف تلامو هادي راهم نسقوا ما بين داروا ديك النهار داروا اجتماع ديجا. هاد الاجتماع شكون لم باش هنا صاي كما قال لك الخيط الابيض من الخيط الاسود صاي كلش بان راه ماشي خيط راه تيو مع تيو حتى المغليظ وكبير وواضح غير اللي عاميه ربي لا غالب اللي اعمى من قلبه كما نداري نقول لكم. هادو خاوتي تلاقاو هاد الاسبوع اللي فات تلاقاو داروا ريونيو ما بين الار سي دي تبعوني مليح ار سي دي اف اف اس السينيال خاوتي السينيال كثرونا البارطاج باسكو اون فا دروك ريفوار لا فيديو هادي غنعاودو نشوفوها خاطرش ما تنحشالكمش كي تشوفوا حاجه توجور ما تدوش ما تدوهاش غير خطره واحده عاودوا تفرجوها دو فوا تروا فوا اناليزو وحدكم يبانوا لكم صوالح اللي ما شفتوهمش لا بروميير فوا. تبعوني مليح غادي نولي ندير بوز باش نفهمكم. تبع مليح نداء للشعب الجزائري من مجموعه من نداء للشعب الجزائري ديجا هما راهم يطلبوا للشعب سي لانفيرس دروك هادو ماهمش راه يستعرف لك هنا باللي مراش يمثل الحراك مرا يمثل الشعب مرا يمثل والو هو راه يطلب من الشعب راك شايف كمل. الشباب الملتف حول مجموعه من الشباب اسكو هادي تبان لك جون في شيخ وكاع اللي راه معاها يبانوا لك الشباب هادو وين راه الشباب هنا ما قال هذاك طابوري وطابو ما كانش الشباب هادو كاع تاع النظام القديم من اجل حمايه الوطن. نحن الموقعون هاد من اجل تبعوني مليح خاوتي كونكم شويه لوجيك غير شويه لوجيك ان بو دو بون سونس من اجل حمايه الوطن. حمايه الوطن انت جيش باش تحمي الوطن انت الوطن حنا نحموه منكم انتوما انت تحمي انت تحمي الوطن هذا يحمي الوطن هذا تلاقاه مانيفيستون برا سقساه قال له المرحله الانتقاليه علاش ومنا ما عرفش ما باي ريبوندي هذا يحمينا غدوة؟ من اش تحمي الوطن؟ حماية الوطن من واش؟ كي نقولوا حماية الوطن، وين راها لا ميناس؟ ما قلت لا ميناس تاعكم انتوما، ما كانش، تبع مليح. نوجه نداء للشعب الجزائري للحفاظ على سلمية ثورته. للحفاظ على سلمية ثورته. شكون اللي هدر دروك في هاد الدقيقة؟ وراها لا فيولونس في الحراك خاوتي، اسكو إلى هاد الدقيقة؟ للجمعة التالية اللي فاتت كاين صوالح تاع فيولونس اللي خرجونا تاع عنف اللي خرجونا من السلمية. تعقلوا باللي هذه شهر وانا نقول لكم باللي غادي كي تتزير عليهم هما اللي غادي يبداوا العنف. هما لا هما راهم يسبقوا لكم الأحداث قال لك للحفاظ على السلمية تاع الثورة دوك يزيدوا بوشاشي وطابو يزيدوا يكونفيرموها لك. معناتها هما راهم ديجا بسيكولوجيكمون يوجدوكم للعنف. تبع مليح. ووحدتها وشعبيتها ووطنيتها. التي بكل اشكال تحريف الثوره الشعبيه. شكون اللي هدر على تحريف الثوره الشعبيه خوتي؟ ما قال هما اللي حرفوها راهم يعاودوا دروك يزعبطوا في بلاصتهم. وعلاش انت دروك في هذه الدقيقه وين ما كان حتى عنف والحمد لله والحياه كانت سلميه، علاش راك تهدر ديجا وتخوف الشعب وتقول له على سلميتها؟ نحافظوا على سلميتها، انت تحافظ على سلميتها انت؟ عن مسارها السلمي. كما نبدل بالاعتقالات وكل انواع التجاوزات والتطبيع السياسي والاعلامي نطالب السلطه. الاعتقالات خوتي الى الى هذه الدقيقه شكون اللي اعتقلوا؟ اعتقلوا غير العصابه، اعتقلوا سعيد بوتفليقه، اعتقلوا توفيق، اعتقلوا ربراب، اعتقلوا غير العصابه. هادو الهدف تاعهم دروك يخرجوا العصابه من الحبس. وهذا الحراك اللي راه باقي اللي مازال مسمينه حراك اللي ما راهش حراك ماشي الشعب راه يخرج.
ما انا نعرف لونتوراج الشيء كاع ما نعرفش واحد فيهم راه يخرج اللي نهضر معاه يقول لي انا حبست الحراك صافي لو 22 مارس واحد يقول لي انا حبستها صافي شهر مانيش نخرج الاخر ما بقاتش بقاو غير هما خوتي المطالب تاع الشعب كاع تحقوا كاع المطالب وبزياده كاع حنا كنا نحوسوا النهار الاول غير ما كاش عهده خامسه عشينا في ما كاش هادي وما كاش هادي والاخرين كاع للحبس والدينار راه يطلع وكاع بزاف صوالح الحمد لله دروك علاش راك باقي برا تبع مليح اتخاذ كل الاجراءات والقرارات في اتجاه التهدئه كتعبير حقيقي التهدئه علاش راه كاينه حاجه دروك ماهيش مليحه في بلادنا خاطر البلاد راه تمشى نورمال والشعب راه فرحان وراه يتبع البوله وراه فرحان بالبوله وكاع التهدئه من واش رانا في حرب ولا تسمعوا كلامهم اناليزوا كلامهم راهم يهضروك شغل رانا في بيريود تاع غيره وصرات الانزلاق وما بقاش سلميه وكاع الوغ ما كاش منها كاع كيف نفتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي السائد ندعو كافه شباب الشعب الجزائري للخروج جماعيا وبكثافه وبقوه يوم عيد الاستقلال المصادف في الجمعه 20 للحراك لنجعل من 5 جويلية 2019 تجسيدا لتحرير الانسان بعد تحرير الارض تحرير خاوتي تحرير الانسان بعد تحرير الارض هذه عقليه على بالكم تامن كاين بزاف ناس يقول لك يهضروا على فرماسونري فرماسون ماسونيه وكاع هذا فرماسون خاوتي في الماسونيه يعبدوا الانسان ما يعبدوش حاجه اخرى مقدسين الانسان على بها داروا الديكلاراسيون دي دووا دو لوم وهذا يخدم في ال دي اش في لا ليغ دي دووا دو لوم كاين بزاف ناس يجوا لا غالب سي ما ماشي كاع الناس روح تبحثوا كاع لا ديكلاراسيون دي دووا دو لوم روحوا قروا عليها دارت في فرنسا داروها الماسونيين فيها البيراميد وفيها كاع صوالح تاع كاع الناس على بالها بلي ديكلاراسيون دي دووا دو لوم داروها الماسونيين هذا نون سولمون راه هنا يهضر لك فيها تحرير الانسان و اون بليس دو سا يخدم في لاليك دي دووا دو لوم ويدي 40000 دولار من عند الناد من عند ماريكان في العام 40000 دولار في العام تبع المجد والخلود لشهدائنا الاطراف ها شكون مسنيها خاوتي كاع قبايل اسكو الجزائر هذه هي هامر 8 ولا 7 بنيادم قبايل كاع راهم يحلوا الشعب باش يزيد يخرج يحلوا في الشعب هذه فيديو جلوبالمون هم يحلوا للشعب باش يزيد يخرج لانهم على بالهم بلي الشعب فاق لهم صاي ما بقاتش وهاد الناس هادو ثلاثه هذا بوشاشي وطابو وجماعته ومام سعيد سعدي معاهم كيما وريت لكم داك النهار دوك نعاود نوريها لكم دروك هما اللي ما خلاوش الحراك يخرج منه لي ريبريزونطون تاعه ممثلين الحراك هما اللي ما خلاوهمش باش هما يهضروا في بلاصه الحراك وكانوا وين ما يقدبوا ميكرو تاع التلفازه ولا تاع الاعلام تاعهم الزوافي يقدب الميكرو يزرع الفكره بلي الحراك ما يلقلاش يتنظم علاش باش هو يهضر في بلاصه الحراك هما كانوا ممثلي الحراك مالغرينو غير تصرى حاجه كبيره صغيره في البلاد هذا يهضر شكون انت شكون تمثل اصلا انت شكون تمثل السينيال خاوتي السينيال بارطاجيو خاوتي بارطاجيو هذا الحيوان الارهابي اللي حتى قبيلي ما دار مانيفيستاسيون كونطرا عليه في هذه 15 عام ملي كان يروح لاسرائيل ومسمي روحه رئيس مسمي روحه رئيس لاكابيلي عمرهم قبيلي واحد ما دار عليه مانيفيستاسيون ولا طلع التلفزيون عايره او كونترير طابو كيطلع كي التلفزيون يقول لكم عنده مانيش داكور معاه بصح عنده دروا يهضر واش يهضر راك شايف وحنا ما عندناش دروا نهضروا في واش نهضروا في بلادنا هذا دارينه برومي مينيستر زيد كمال داوود السينيال بارطاجي خاوتي شي اللي راه باقي خير ها ولا مينيستر دو لا جوستيس تاعهم خاوتي هيا شكون اللي غادي يعجبكم كاع وزير الدفاع شكون عمر راسك شيخ مينيستر دو لا ديفونس شنقريحة هذا ما سماوهش رونجرز راك شايف ما يعايروش كيما لقاي صالح توجور سينيال خوتي اي تنقطع وهاك مينيس دو دي فينونس شكون هاك مينيس دي فينونس بن بيتور اللي بزاف مبردعين راهم يامنوا في بن بيتور كان ديجا في النظام القديم النظام الانقلابي اللي داروه الزواف في 92 كان 5 خطرات هو يطلع وزير 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 وفي الدراهم توجور في الشكاره كيفاش انت راك تقول لي جزائر جديده ونتهناو من النظام وتجيب لي غير صحاب النظام تاع بكري صح دوك نزيدوكم خاوتي دوك تقلقوش ما تتقلقش ها جماعه بوفوار اساسا ها جماعه بوفوار اساسا السيفاوي هذا السيفاوي
هذا فركوس ديرس تتوفيق. ها هو هنا هنا في الجزائر يقول لك بوفوار اساسا مع من مريح مع الكريف اللي هو تاع فرنسا اللي حاكمين فرنسا. ها ولا خبز وكرموس معهم مع برنارون غيليفي. هذا يجي يقطع في القايد صالح ويقطع في الارمي ويقطع في الجزائر ويدير هذا الصوالح كاع ويقول لك بوفوار اساسا من يجي الحراك. وهذا السيد يبان كل 5 سنين هم كل ما يكون كاين فوط يبان هذا صفاوي. صار كيما الهلال تاع رمضان يبان خطره في رمضان في لافان ديبي في لافان شايف كيما هكا. كل ما يكون كاين اليكسيون يبان سيد ابري 5 ما تسمعش به كاع يكون يخدم ويكتب في الكتوبه اليهود زيد. ها اللي يقول لك درابو كولتورال ها شكون عندها انتيري في الحراك دروك هاد الناس هادو هما الناس اللي عندهم انتيري في الحراك فاهم. المافيا اللي كنتو تعالوا ها ولا هنا غير هو وها ولا هنا مع زعلان زعلان اللي هلك وهران ولايه وهران زعلان هلكها ولا يمد في لي تيران كي الخبز مد كاع صحابه دوك نزيدك. هاك اللي قال لك شيخ هاك اللي قال لك باللي ثقافي اما له هما كيستعرفوا لونيون نور افريكا ليكيفالون دو لونيون اوروبيان. كيفاش تقولي ثقافي تبردع في الشعب كيفاش تقولي ثقافي انت بروحكم ماكم تستعرفوا بها ها طاي طاي تستعرفوا بها ليكيفالون تاع لونيون اوروبيان. دروك الى هذا الدرابو تاع لونيون اوروبيان ثقافي هذيك حاجه اخرى ولا تاع هويه هذيك حاجه اخرى راك شايف. برك هما تبردعوا في الناس حرام عليكم والله لا عيب 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 عيب. ها هو هنا ثاني خطره مره اخرى ها هو هذا لي بوبليكاسيون تاعهم خاوتي هذو تاع الزوافه دقيقه دوك تطلع كونيكسيون راهي عيانه شويه دوك تشوفوا باللي ماشي ثقافي كاع وباللي هذا لو درابو كابيل اي مون درابو ناسيونال. هذا الدرابو تاع الماك هو الدرابو تاعه الوطني وهذا الفيدرالي الفرشيطه. هذا الفرشيطه خاوتي هذه فرشيطه تاع السلاطه هذه راهي واعره على هذه الفرشيطه تاع الماك. جور سينيال خاوتي بترو بارطاج لانهم زواف فاهم التليفون بدا يهرب لي من يدي نفهم بلي الزيت دخل فيها الزيت. هذا خاوتي قلت لكم ولهذه الاسباب سيكو كاع لي كونديدا تاعهم اللي كانوا مترشحين غاني مهدي نكاز غديري كاع هذا المشروع خاوتي تاع تماعره تاعهم يتطلب مسح الحدود الجزائريه معناتها الخطوه الاولى هي فتح الحدود مع المغرب. في المغرب كاين دي سولدا اسرائيليان كاين دي زومباس لومباس تاع اسرائيل اللي بغا مش مديكلارينها كاين دي باز ميليتير امريكان ها علاش ماذا بهم يحلوا الحدود مع المغرب كاع كيما داروا. ها ولا بو رقعه تاعهم ها ولا مع بو ماله ها اطابل باللي قلنا بالروجو كاع. هاي لا بوراوي اللي ضل تصب في الرسول تثبت كاع الرسل الانبياء ثبتهم كاع. هذا اللي راه موراهم خاوتي اللي قلت لكم نهضر لكم عليه هذا كان امي معايا فيسبوك شحال من عام هذا بشير درايس باش تفهموا باللي كاع خاوه خاوه كاع خاوه خاوه بيناتهم الفرشيطات الكفار هادو كفار هاد الكفار ونكررها في 7 خطرات هادو كفار كاع خاوه خاوه خاوتي. هذه من جهه ضل تصب في الرسول. هذا الحيوان اللي من موراها بشير درايس اللي دروك راه يلعبها لكم في الحراك ومن الاولى في الحراك هذا رياليزاتور تاع سينما يدي على الاقل في لي فيلم تاعو هو يستعرف بها دو توت فاسون الفيلم التالي يدي فيه 130 150 مليار راك شايف. هذا ماشي قليل ما يمثلش الشعب يسكن ما بين باري والدشره تاعه. هذا من اصدقاء المعطوب من كان حي رسولهم المقدس. هذا يدي كل فيلم حتى ال 150 مليار راك شايف. ولو كان غير جانقولو سبيلبرغ ولا يجيب غير القور يخدمهم. هذا هو اللي دار الفيلم تاع العربي بالمهيدي وبغى يزوره بغى يزور التاريخ باش يرد لنا تاريخ زوافي ويدنس الثوره الجزائريه. هذا اللي منعته منعوه وزاره المجاهدين وصارت ضجه عليه. ها ولا بشير درايس هذا كان امي معايا في فيسبوك خاوتي كي نلحقوا لو 27 تاع رمضان 27 يحط لنا بيبليكاسيون فيها قرعه روج وتيربوشون زعما كومكو غادي نحل البار صاي صاي كرهنا ما هذا الوقت تاع البار راه غابنا رمضان راه غابنا في البار راك شايف. هادو هما تما اللي قلنا تماعره. هادو ناس خاوتي هادو حراك وهران هذا الخطرة الجاية كي تقدبوه دوك نوريكم شي كمامير عقلوا عليهم غاية كي تقدبوهم سينيالهم لابوليس. هذا زوافي ما يسكنش في وهران هذا التصويرة مخدومة مأخوذة في وهران ولاية وهران. هذا الزوافي
كثروا سينيال خاوتي، راه مكثرين سينيال، راهم يسينيالو بالقرعه تاع سالي تاع اليو ديريكت. هادو خاوتي اللي وريتهم لكم صحاب وهران، الميساج هذا لصحاب وهران، اعقلوا عليهم، كي تشوفوهم الخطره الجايه صوروهم وعيطوا لنا، عيطوا لنا بورتو كي، عيطوا لي انا نزيد نعيط، ولا عيطوا ديريكتومون لابوليس، ولا عيطوا للجدارميه، ولا عيطوا. هاد الناس خاوتي جايين في كار، جايين في كار، تبعوني مليح، دخلوا الوهرن حردوا الناس على لابوليس، واحد فيهم هذا ملتريكو لك حل وراه، هذا هم حكموه لابوليس ومداك منظمين وعاطينهم دايرينهم دي فورماسيون كاع، داوروا بلابوليس وهربوا صاحبهم، هربوه من قدبه الشرطه، تبليسه وكاع في يده شويه، عندي فيديوهات وني تشوفوا ما كيديروا له البوندا وكاع في يده. من تماك راحوا حردوا داو الشعب هذاك اللي كان مخاطيهم مساكين كانوا غيتمشوا معاهم، داوهم باش يحرضوهم على كوميساريا، باش يروحوا يهرسوا كوميساريا. وكي كملوا الحراك تاعهم ركبوا كاع في كار واحد وخرجوا من وهران، وعلى بالنا وين راحوا وراهم كارين وكاع في الدوار اللي هم كارين فيه، يكروا لهم يكروا لهم في نواحي المدن. سمعتوني خاوتي السينيال توجور، نورمالمون كيما وريت لكم عفيف عبد الرحمن باللي مع ماكرون ومع عنده صور اخرين مانيش باغي نهضرهم دروك، يجي وقت ونهضروا على عفيف عبد الرحمن، دخلوا في الديتاي تاعه هو وجماعته تاع وهران. كيما شفتوا باللي عفيف بان لكم مع ماكرون، وهذا بان لكم مع رشاد الارهابيه، دوك شوفوا شكون رشاد، دوك نوريكم نبارات على هذه. ها شوف 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 شوف، ها ولا ابو ماله توجور توجور جماعه الكفار، ها ولا ابو رقعه، ها ولا ابو راوي، ها ولا ايت الاخر تاعهم هذاك علي يحيى، هذاك علي يحيى عبد النور اللي نفكركم باللي جابوه لنا في بلاص بوتفليقه. بوتفليقه عنده 83 عام، هذا عنده 98 عام خوتي، 98 عام. كيفاش تقول لي باللي الجزائر فيها 70 عام هذوك البروباغون تاعكم تاع لا جوناس وخاصنا الجديد، وتجيب لي واحد في عمره 98 عام متقرب من الدوله الفرنسيه؟ دوك نوريه لكم مع السفير برنار يمي في فرنسا يدي لا ليجيون دونور. وها ولا توجور بشير درايس الكافر الاتي اللي حرف التاريخ انت، حي هو يحرف لك التاريخ في وجهك، صاحب صديق صديق بنجامان سطوره، بنجامان سطوره اليهودي، المؤرخ اليهودي اللي راه من عند ماكرون يريح مع ماكرون في الطابله باش يحرفوا لنا التاريخ الجزائري الى يومنا هذا. اللي بنجامان سطوره نذكر في بدايه الحراك قال ماكرون اللي قالك تدخل، الفيديو تاعه كاينه، قال لك تدخل في الجزائر، هذا صاحبه انتيم. ها ولا كما كنا نقولوا بوماله مع درابو تاع الفرشيطه حدا درابو تاع الجزائر. دروك انت خرجنا في الحراك 22 فيفري على جال امور سياسيه ماشي على جال الثقافه والهويه. شا جاب الدرابو تاعك في الحراك وشا جابه في كل كل شوفوا كل ما يديروا حاجه كاين درابو تاعهم. راكم عاد تامنوا بلي هويه؟ مازال تامن بلي هويه صاحبي؟ كل ريونيون كاينه. اسكو هذه ريونيون داروها على الهويه؟ لا. ريونيون سياسيه. تبع مليح. دوك نزيدك. هايا لا. المغاربيه روح شوف غير سكايب تاعهم، مغاربيه مغاربيه، ها لادريس سكايب تاعهم تمازيغ المغاربيه شيخ، حتى تمازيغ حتى في لادريس تاع سكايب تاعهم. مازال ما فطنت بلي يديروا لك تمازغه هنا كاع حد صوالح. هذا الجماعه اللي كنت نقول لكم عليه تاع رشاد وحبساته الشرطه، كيما عفيف كيما الاخرين كاع نورمالمون تفتخروا بلي سيرفيس سيكوريتي تاعكم، تفتخروا بهم. صافودير كو في وسط الملايين تاع الجزائريين اللي كانوا يخرجوا، الدولة تاعكم الدولة كي نقول الدولة صغيرة، الشرطة والدارك وهادو لي سيرفيس سيكوريتي، يجبدوا كي الشعرة من العجين، يجبدوا غير لسان الحربة. راك شايف ما ضربوا الشعب، ما حقروا الشعب كيما في فرنسا غير قبيلة كانوا دايرين سيت ان يجبدوهم من الشعر يخرجوهم، ما حقروا الشعب، ما تهرس كاس. مازال كاع هاد الصوالح مازالتكم تهضروا على عنف وحقرة وهاد الصوالح. ها ولا كسموه صاي الاسماوات ولاو يروحوا لي، عبود هشام عبود، ها ولا مع نزار نهار اللي كانوا في عهد الانقلاب العسكري في فرنسا، ها مالا هنايا ما كانش دوله عسكريه، وهذا نزار وقيلا كان يخدم في فاست فود، ما كانش جينيرال وما كانش فاهم، ما كانش يقتل في لي جون يخرجوا في 88. انا على الشيطان خاوتي قاعد ولا ما تامنوش سي غراف على بالك. دوك نزيدك دوك نزيدك ما تقلقش. ها ولا الحراك خاوتي تاع 88، ها مالا الكمامير غير هما كمامير غير هما كمامير، هايا لا حنون، ها ولا سعيد سعدي اللي دروك نوريه لك دروك، يقول لكم بلي الحراك ما يلقلاش يتاسس، ما يلقلاش يتسقم، غير زوافه. ها كيفاش داو البلاد في 88؟ راهم يعاودوا لكم السيناريو غير هو، غير هو لو ميم سيناريو.
خرجوا في الحراك في 88 ودمروا الشعب، الشعب المساكين الصغار لي جون ماتوا، ومن بعد دخلونا في دوامة حرب تاع دم وتاع قتيلة 20 عام اللي جابت لنا هذه، فايت 20 عام 30 عام تاع هما في الدولة العميقة. هذه أسسوا لها حزب في مور 88، توفيق أسس لها حزب هي، وهذا في زوج أسس لهم أحزاب، والآخرين اللي ماهمش بانوا في هذه الصورة خالدة تومي وكاع داو كاع دي بوست، كاع ولاو وزراء وعاشوا غاية بالمساك. ودروك راهم يعاودوا لكم نفس السيناريو، غير هو هاي العسول، عسول اللي كيردت قالت لك لا، هذا لو سامبول، هذا اللي هم دايرينه بيديهم هكا تاع زوج، معروف بلي راهو سامبول قبائلي، يديروه في كاع الخرجات تاعهم وين يقولوا بوفوار اساسا، ويقول لك لي زغاب لي زانيمو، العرب الحيوانات، العرب الحيوانات. هاي اللي راهي دايره السيني هنا خطره، شايف هاي دايره الزوجه، هاي الزوجه باش ما تكذبش عليك تقول لك منا ولا منا، بالدليل ها الثالثه هذه في اوقاس، راك شايف هذا لو سامبول تاع قبائل ماشي تاع الشعب الجزائري. تكشنها الشعب الجزائري يخرج لك يدير لك هذه فرشيطه، هاي الفرشيطه اخوتي تاع قبائل اللي يديروها. ها ولا سعيد سعدي ملي كان يقول لهم، وما تنسوش سبونسوريزي من عند امسان في افارة بالكور يسبونسوريزيوه، شي يقول لا ستركتوراسيون دو موفمون سوري اون ايرور، ما يليقش هذا الحراك هذا ياسس روحه ويسقم روحه ويخرج ممثلين من منه من الشعب، يليق احنا نقولوا نمثلوه انديريكتومون بلا ما ندوا المسؤوليه، راك شايف. ها مالا عندهم كره للفوت، ها ولا ولاش الفوت، ولاش الفوت، هاي ها ولا رافد المارطو، الى المارطو يديروا به لي بيزو انا ما على باليش، في ثقافتهم المارطو بالك يديروا به لي بيزو ولا يطيبوا به الكسره ولا فاهم، انا نعرف مارطو تهراس، وها ولا لي شارب روج راهي في راسه، دايرها في راسه لي شارب روج اللي يخرج بها بوشاشي وجماعته، راك شايف. زيد هاي لا دروك الحراك راه كيما هكا، راك شايف هذا هو الحراك، راه منقل مرحله زيتيه ماشي مرحله انتقاليه، هاي امازيغتي كفري فافا بو، هذه هي دروك، لا خرجت انت عد روحك مع هادو، نهار جمعه تخرج عد روحك مع هادو. ها جماعه اخوتي، هاد الدشره ها سعيد سعدي، ها ولا سعيد سعدي زيد، ها ولا معطوب الخناس الوسواس الجيتاريست، ها ولا فرحات مهني صاي، ها ولا ولد كسموه ولد بودياف الله يرحمه، هذا ثاني فرشيطي، ولد بودياف ثاني فرشيطي معهم، راك شايف. هذا ولد بودياف هذا بروحه سانكا غادي تسمعوا به هاد اليامات، دوك يعاود يولي يحرك روحه باسكو ما بقاو لهمش كاع تحط السينيال خاوتي، كثروا بارطاج. كيما كنت نقول لكم هذا السيد هو شخصه ما نشط في البلاد، ما يسكن في البلاد، ما والو، عطيناه دراهم بون سيرمون يكون يخلص على الوالد تاعو ويزيد يخلص على واحد اخرين ومريح، نهار اللي تكمل له الشكاره يبغي يعاود يدخل هنا يدير النش، مع عقليه الزواف، ندخل ندير لك النش وندير لك ضجه اعلاميه باش تعطيني حقي، ماشي حقي تعطيني خاطي ماشي حقه، وحنا باغي ندخل نبنو جزائر. كثروا لنا السينار خوتي، راهم تقبينا بالسينار، بارطاجيونا. ها ولا ايت العربي مقران، ها ولا من كان ديجا مرشح روحه، وين انت هادي 1977 محمد قبل ما نزيد، انا السيد كان ديجا مرشح روحه، وتقول لي انت خاصنا دوله جديده وسيستم جديد وكاع، هاو تخدموا جديد بالقديم، الا كيما هكا هاكم خلينا العصابه وصاي ما دار ندير والو، كنا هكا نكملوها غايه وصاي، كاع اللي جبناهم جابوهم الى يومنا هذا كاع كانوا في النظام القديم كاع بدون استثناء، ما قل الصغار فيهم كيما طابو ولا، ومام طابو كان في الافافاس وضارب دوره في بلايص اخرين دون ما نهضروا عليهم، من المهم كاع اللي جابوهم كاع الكبار تاعهم ينطقوا باسم الفرشيطه كاع كانوا في النظام، ما كاينش واحد ماشي في النظام كاع. زيد سمع محمد، سمع غديري، سمع غديري، هاولا اسكو واحد تعرفوا واحد في الجزائر خرج يشكي من الدين، ما عندناش بروبليم مع الدين خاوتي، الدين بكري كان كاين بروبليم في الثمانينات التسعينات الثمانينات صاي كملنا معاه، دروك كاع الناس راهي غايه الحمد لله، اسكو انتوما عندكم بروبليم مع الدين باش تفهموا باللي اقرا اسمع شنو نبقى نكملوا، إلي طون كو لو بوبل الجيريان روبخان ا سون كونت سون هيستواغ سون ايدونتيتي سا ريليجيون اي سا ريشيس. ها شيخ
جزء الشعب ما خرجش على هاد الصوالح، خرج باش يعيش غايه، باش تكثر له دراهم، باش يتزوج يدير دار، هاد الصوالح ما تخربليش في الدين. ها كتمحور من المحاور تاعهم في الدين وليدونتيتي هادو الشعب. توجور سيني الخوتي شتو كي ندروهم يبداو يقيسوا في الزيت اليو تاعهم. شايف هاي الخوتي ها شوف، ودارينه في الاكسترام. لو كان داروه هنا في الوسط والله ما نهضر، اقسم وانا على بالي هاد الصوالح، نعرف هاد الصوالح في الاورغانيزاسيون تاع الصوالح بوليتيك وكاع، كلشي عندها اهميه، كلشي عندها بلاصه تاع درابو عندها اهميه، كلشي عندها اهميه. شوف الجزائر هاي لهنا في القنت، هو الاخر في لوتر اكستريم. لو كان داروه في الوسط نقول معليش، حاطينه في الاكستريم روحوا شوفوا كي الدول الاوروبيه دير نفس الطريقه، يحطوا درابو تاع لونيو اوروبيان في الاكستريم في قنت، لانه هو زعما لم هادو كاع باش تفهموا بلي. بارطاجيونا خاوتي توجور في سينيال الزوافي لي قول، نعاود نذكر بالك انقطعت الناس من راهي تقول بلي هاد التقسيم تاع عربي وقبايلي وكاع دارته غير الجيش والفرشيطه وهاد الصوالح هضر عليهم الجيش بالعاني وكاع. يا بنادم اولا هاد العقليه تاعها عربي وقبايلي وين تبدات؟ بدات نهار اللي دخلوا ربراب للحبس. كي دخلوا ربراب للحبس نتوما اللي بديتوا عربي وقبايلي، وبداها ولد ربراب الفيديو مازال كاينه، ولد ربراب عند دار الشرع قبل ما يدخلوا للحراش، كي كان غير في دار الشرع قال لهم بلي دخلوه باسكو قبايلي ودخلوه باسكو باغيين يضاعفوا يهرسوا الحراك، معناتها ربراب يمثل الحراك. دوك نفهموا علاش ربراب يمثل الحراك. يا اخي انا نوري لك بلي كابتشر ديك روم من الفيسبوك تاعي تلقوها، بلي ما يجيبوها لكمش الزواف، كي يروحوا يجيبوا لكم صوالح عليا ما يجيبوا لكمش هذه. شوف هذه يا اخي وانت شيخ 2017 كنت ديجا نحذر من هذا البروجي اللي راه عندهم. ها ولا فوالا لو بروجي معطو بيان لا بير موناس بوغ الجيري، وكنت نهضر فيها من 2009. ها ولا جو لو دي دوبي 2009 توجور خوتي السينيال. ها ولا خوتي هشام عبود باش ما يكذبوش عليكم، موح باب الواد اللي راه داير شان دو تيليفزيون في فرنسا سوا ديزون مع راه مع الحراك، هما اللي راهم يدعموا الحراك، مع مره هنايا مع خوك تاع الماك وهاد درابو تاع الماك مع تاع فرنسا خاوه خاوه، هاد درابو تاع الماك مع فرنسا خاوه خاوه، والروج والبيرلا توجور حاضرين راك شايف. ها ولا هنايا بغناغ ايمي مع السيد اللي عنده 98 عام باغي يجيبوه لنا يحكم فينا. 98 عام الكونتور راه قريب يدور عنده راك شايف، قريب يدور له كونتور يفوت ل 100 وتافي راك شايف. المهم زيد ها ولا كريم مولاي، كريم مولاي اللي ما تنسوش وريته لكم بالفيديو تاعه، هو يهدر ماشي انا ولا هو يهدر ويستعرف باللي كان يقتل في الجزائري. بارطاجيو خوتي راهم كتلونا بسينيال زوافلاند، ما تقدروش تردوا ما تقدروش تردوا، حنا مين نهضروا بالادله. بارطاجيونا خوتي راهم ضروا، وجدوا رواحكم خوتي لهاد الصوالح، وجدوا رواحكم لهاد الصوالح، ما تنساوش هادي في الحراك بهاد اليامات اللي فاتوا. شكرا ايا القايد صالح، وموري لك هذا مضروب في المسيره زعما كوم كو ضربوه ويقول لك شكرا. هذه ما تنساوهاش خاوتي باسكو غادي تتكرر هاد توجور سيني خاوتي. كثروا بارطاج، كثروا بارطاجي وخاوتي لانه الامر خطير. عمر راسك قالت لك هاد الفرشيطيه سو كي سباس اون الجيري سون السينيال خوتي توجور السينيال، سلاحهم الوحيد هاي لا فرنسا خوتي، هاي لا بي اف ام تي في، هادي نون سولمون شان معروفه بلي تاع فرنسا وبصح تاع الصهاينه تاع فرنسا، مام الكور مام الشعب القاوري البسيط يكرهو بي اف ام تي في خاطر تاع بروباغوند وتاع كذب وكاع. ها ولا خوتي طابو بريزيدون. بارطاجيونا خوتي بارطاجيو، هاي ونا بالسينيال كما كنا نقولوا خاوتي. بون كنت نهضر مع المبردعين، الميساج هذا للمبردعين ميليتيرمون عسكريا ما يقدروا لناش، صاي ما يقدروا لناش. عندك الكاتورزيام ارمي في العالم تفتخر بها، ما تفتخر بحتى مؤسسه وطنيه كاع خماج كاع مهرسين ماشي مشكل، هذيك بروحها الجيش يقولها ماشي مشكل. بصح الجيش ما تقدرش تنتقده، راه عندك جيش اللي في كان في عهد الزواف كان هو التالي في العالم، ودروك راه 14 ارمي في العالم في هاد العشرين عام، الجيش تحت قياده هاد القايد صالح اللي تعاير فيه او بروغريسا وطلع وتنقى، او في لي زاني 2000 ما كانش عندنا ميم با باش نشرو لونات دو فيزيون نوكتور، ما كانش عندنا، كان عندنا لومبارغو يا المبردع يا اللي زايد مور لاكوب ديمون تاع 98 وتفتي فيك واش كاع الصوالح انت ما عارف والو.
كان عندك ارمي محطمه، راهي عندك ارمي قاره، عندك ارمي حاجه واعره صحيح باش نسهل لك باش ما ندخلكش في لي ديتاي، خاطرش انت غالب ما تفهمش يا المبردع. ما يقدرولاش من برا، راهم في 2011 سيا والربيع العربي وما خدم لهمش. وشكون اللي سياه؟ نفس الوجوه، نفس الوجوه اللي هما زيطوط من الخارج وأميرة بوراوي من الداخل مع حركة بركات. عاود ولي لارشيف تاع 2014 تلقى الكمامير غير هما، ما صدقت لهمش لأن الشعب الجزائري ما ولاش يتبردع لهم بالديسكات تاع الدين. صاي الدين الحمد لله صرات لنا بكري وتعلمنا منها الحشوة تبرديع تاع الدين. صاي ما يقدروش يزيدوا يبردعونا بالدين، هاك شفت بلي هالخطرة الحراك وما خرجوش السلفية بروحهم هما بروحهم وصاي كرهوا. شايف ما قدرولناش بالديسكات تاع الدين، جابوا لنا ديسكات واحدة أخرى. ومين ما قدرولناش من الخارج، راهم كرياو لنا ملايين الاعداء داخليه اللي انت منهم. انت دروك راك عدو لوطنك من الداخل، راك لو سول بروبليم لا ستابيليتي تاع بلادك، انت هو المبردع. خاطش انت ماشي سلاح ضد بلادك، انت رصاص ضد بلادك، انت يستعملوك، انت راك مستعمل. تي دلا شيغا كانون ا بنادم يا المبردع يا اللي راني راهم خالعيني على بالك، باسكو نعرف بنيادم انتيليكتويال قاريين من نخبه بصح على غالب مبردع. باعوا لكم اراف، باعوا لكم هكا حلم بوندون خمس سنين ولا سنين وما يبيعوا لكم فيه، من جهه يكرهوكم في بلادكم. كل شيء سلبي، ما كاش مش خويا رانا عايشين برا، ماشي كل شيء سلبي. ما تهبلنيش، مانيش عايش في ليبيا مهدمه ولا عايش في سوريا مهدمه باش ترد لي كل شيء سلبي. راني نخرج نضحك ونلعب ونخدم. صح سيدي الحيه راهي مزيره، لا كريز راهي انترناسيونال يا بنادم. نتوما ما كنتوش مسيسين يا المبردعين، قدبوا لكم نقطة الضعف تاعكم، ما كنتش عارف السياسة لا داخلية لا خارجية، لا بوليتيك لا جيوبوليتيك لا بوليتيك تاع بلدان الأخرى. تسمى قدبوك بواحد عنده مستوى تاع السنة الرابعة، نورمالمون تندم الهضرة اللي نهدرها لك دروك، تندم تبكي شوية، تبكي وتندم. تقول كيفاش وصلت بردعوني كيما هكا. الحمد لله اللي عندي جيش وعندي لابوليس وعندي الدارك قافزين ومارقين ومتفاهمين الأمر، واللي ما دخلوش في الجو تاعهم. عاود تفكر المسيرة الأولى نهار اللي خرجوا ومن بعد الجيش وميم لابوليس كانوا يسايسوا في الشعب. كاين حتى مسيرات وين كانت سينيالي أو ريسك وين لابوليس ما كانش تخرج كاع، يخلوا الشعب وحده برا باش ما يوقعش لاكروشاج اللي كتحوس عليه العصابة. يا بن عمي ما عندكمش مخ أسو بوا، مازالكم بردعين أبري تروا موا. تروا موا أبري كاع الشيء اللي عشناه وشفناه مازال ما فقت يا بنادم. ندخلوا لك العصابه للحبس، شكون يدافع عليهم؟ يدافع عليهم زواف، ودافع عليهم فرنسا. كاش ما بقى اكثر من هكا، انت شي واحد عدو يدافع على عدوه؟ ناس خرجت لك بدرابو، دارت ثوره على درابو. ناس انت تخرج تقول قبايلي عربي خاوه، هو ملي خارج في وحده يقول لك لي زارب لي زانيمو، لي زارب لي زانيمو يقولوها طايطاي. العرب الحيوانات، وانت تخرج هكا فرحان. شفيتو راكم شافيني، اقسم بالله راكم شافيني، ما عندكمش مخ. جوسكا كون نقعدو نهضرو معاكم، جوسكا كون نقعدو نفهمو فيكم. بزاف خوتي والله لعينة، اقسم بالله لعينة من هاد المبردعين بزاف. جيب له كلشي هكا ا بلس بي بلي بروف، لي بروف من عند العدو تاعك يهدر ما يامنش. صاي قنعوه بها، هذيك ست سنين هما يخدموا امير دي زاد وزيطوط، المستوى الرديء هذاك ست سنين هما يعمروا لك في راسك. صاي راك اوندوكتريني لا غالب. روح نستعرب بك، جيب لي دوسي واحد، دوسي ملف واحد جابه لك امير مازدا على الدياراس. كاش نهار ضرب الدياراس جاب لكم ملف هكا حاجه كونكريت على الدياراس؟ ما كانش عمره في حياته ولا ضرب توفيق ولا الدياراس. يطلع في لايف يقعد يعاير هكا، قال توفيق من نار بتزاير خاين وكاع، بصح هذيك ما ضرهاش توفيق. توفيق ما ضرهاش 40 مليون جزائري كاع على بالهم بلي توفيق هذيك صوالح على باله. اسكو كاش نهار جاب عليه تصاوير ولا ادله ولا فيديوهات ولا صوالح ولا ملفات اللي ضروه؟ جامي. اسكو كاش نهار في ست سنين اللي خدمها امير مازدا تاعك جاب كاش حاجه على الماك؟ الماك يا ابن عمي، كاع الجزائريين متفقين باللي منظمه ارهابيه باغي تفكك لك البلاد، مام القبائل خاوتنا الاحرار كونتر عليها، مام القبائل الاخرين اللي جايين مبردعين مع زواف يقول لك باللي اوني كونتر. تسمى تو الموند كونتر. اسكو كاش نهار واحد جاب لك دوسي عليه امير مازدا؟ واحد نهار واحد ما كانش جامي. كي هو كي زيطوط كي كاع الناس، كاش نهار خربوه في الماك؟ كاش نهار خربوه في الدياراس بالادله وكاع؟ جامي. كاش نهار خربوه في فرنسا؟ جامي.
عايشين عندها ياكلوا عندها ويشربوا عندها. انعى الشيطان يا اخي، خدم مخك. كاع اللي راهم ضد الجيش ضد هذا مع هذه المرحله الانتقاليه كاع من الخارج. رب دافعوا عليه، رب يبيع لك السكر اللي يسوى نورمالمون يوصلك هنا ب 20 دينار بوندون 20 طون، هو يبيعها لك ب 10000. تقول لي انت خدام ويخدم الناس؟ مدكلاري 18000 خدام، 18000 خدام هو اللي مدكلاريها، معناتها ديجا راهي مغونفلي هذيك 18000 خدام، هي اقل بوكو موا في هذيك 18000 لوزينات تاعها الاغلبيه كاع برا، وحده في البرازيل، وحده في فرنسا، بزاف في فرنسا. ما تخدمش مخك، خدم مخك شويه سي محمد. قلت لكم وريت لكم زبيده عسول، قالت لكم باللي 22 فيفري ما جاش من العدم، ما جاش من نيون.